وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده من اكتر الفيديوز اللي بتعجبكم، من اكتر الفيديوز اللي بلاقي عليها تعليق ايجابي منكم، وهي فيديوز التطبيقات. الفيديو اللي فات احنا ركزنا على اللانشرز وازاي تدلع الموبايل بتاعك وازاي تنزل ايكون باك وتنزل ايكونز وتعدل بقى وتروش على الموبايل بتاعك، ولكن الفيديو بتاع النهارده هنتعمق شويه بقى في تطبيقات موجوده على موبايلي وما اقدرش استغنى عنها. وبالنسبه لحبايبي بقى اللي بيكملوا الفيديو للاخر، ففي ابلكيشن في الاخر كده هديه مني ليكم، كمل الفيديو للاخر عشان تعرفوا. وطبعا لو عنش لايك انزل اعمل لايك، يعني لو احنا مثلا 100,000 واحد شافوا الفيديو ده، لو كل واحد عمل لايك يبقى وصلنا ل 100,000 لايك. يا سيدي انا مش عايز 100,000 لايك، انا عايز 50,000 لايك، لان فعلا انا ما كسرتش الرقم ده قبل كده، فنفسي اكسر الرقم ده. وبالنسبه للناس اللي متابعيني طبعا لايك ما بيكهربش، تنزل تعمل لايك من تحت الفيديو، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وطبعا بمناسبه الجيف اوي، بما اننا وصلنا ل 160,000 سبسكرايبر، فخلاص هنعمل سحب بتاع الجيف اوي ان شاء الله يوم الاحد، ولكن مازال عندكم فرصه ان انتوا تسجلوا في الجيف اوي دي. وعشان مطولش عليكم يلا بينا نبدا فيديو تطبيقات النهارده، وشعل حماسك كده ويلا بينا نبدا. ونروح لاول تطبيق معانا النهارده وهو نيتشير. مين فينا ما بيحبش ان هو يبقى فاتح واي فاي مثلا في كافيه او حته، ويحب يفتح هوت سبوت للشخص اللي جنبه من شبكه الواي فاي اللي هو لقط منها؟ في كتير من موبايلات بتقدر ان تفتح هوت سبوت من الواي فاي، ولكن مش كلها بتقدر تعمل منها الموضوع ده. فالابلكيشن ده بيساعدك ان انت تفتح هوت سبوت او تشارك الانترنت اللي انت واخده من الواي فاي بتاعك. كل انت بتعمل تفتح الابلكيشن وتدوس على علامه الصح دي، فبمجرد ما تعمل كده بيفتح لك النتورك بتاعتك، وانت بتختار بقى انت عايز عندك تفعل دبليو بي اس او تقفلها عشان الثغره والكلام ده كله، وبيديك اليوزر نيم والباسورد بتاع الشبكه، وبتقدر ان انت تشارك الانترنت بتاعك مع اصدقائك او مع الناس اللي حواليك. برنامج فكرته بسيطه جدا، ولكن بيوفر كتير من الوقت. بدل ما تقعد تسال حد على الباسورد الواي فاي والكلام ده كله، لا تشارك الواي فاي بتاعك مباشره مع اصحابك او حتى مع اللابتوب بتاعك او مع اجهزتك التانيه، وانت معاك اكتر من جهاز في نفس الوقت. تاني برنامج واللي مش اول مره اتكلم عنه في فيديو تطبيقات، والبرنامج ده انا اتكلمت عنه في اول فيديو تطبيقات، كان اول فيديو على القناه عندي، وهو برنامج فينج. البرنامج ده كل اللي بيعمله ان هو بيظهر لك الشبكات اللي موصله معاك على نفس الشبكه. انا مثلا فتحت الشبكه بتاعتي وبشوف الاجهزه اللي موصله معايا، فدي تقريبا الاجهزه كلها اللي موصله معايا على نفس الشبكه، فتقدر تعرف لو حد عامل هاك على الشبكه بتاعتك، تقدر تعرف مين الشخص ده ونوع الجهاز بتاعه ايه وكمان الاي بي بتاعه. فبالبلدي انت قفشه من كل الاتجاهات، ولكن ما فيهوش ميزه انت تقفل على اجهزه معينه وتوصل الانترنت لاجهزه معينه، لان الموضوع ده بيحتاج روت، ولكن هو ميزته ان انت تقدر تعرف مين اللي موصل معاك على نفس الشبكه. تالت برنامج معانا النهارده هو سوشيال ميديا داونلودر. سوشيال ميديا داونلودر كل فكرته ان تقدر تعمل داونلود من كل البلاتفورمز المختلفه الخاصه بالسوشيال ميديا، ما عدا يوتيوب. يوتيوب ليه برامج كتير جدا، ولكن ده تقدر تحمل من لايكي او انستجرام او واتساب او تيك توك او فيسبوك او تويتر. والحلو برضو ان انت في تيك توك برضو تقدر تحمل الفيديوز اللي هي معموله برايفت، اللي ما حدش يقدر يعمل لها داونلود، ده بيقدر يعمل لها داونلود سواء بالووتر مارك او من غير الووتر مارك. فكل اللي انت بتعمله مثلا لو انت فاتح تيك توك، تقدر ان انت او اي اي ابلكيشن او اي منصه هو بيدعمها، تقدر انت تدوس على الفيديو اللي انت عايزه، وبعد كده تدوس على الشير، وبعد كده تختار الابلكيشن ده ويعمل لك داونلود بكل سهوله لاي برنامج لاي فيديو او اي صوره انت عايزها. بالاضافه ان هو في ميزه تقدر تعمل داونلود للستيتس بتاعت الواتساب، ودي حاجه جميله جدا. فبرنامج لطيف جدا، برده هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. الفيديو اللي فات بقى بتاع دلع موبايلك، انا ما كنتش بتكلم عن تطبيقات بتاعت خلفيات والكلام ده، فالنهارده جبت لكم ثلاث تطبيقات خلفيات مش تطبيق واحد. اول تطبيق هو تطبيق الخلفيات المتحركة، بيقدم لك تطبيقات بكواليتي عالية جدا، وممكن لو انت شاشتك اموليد مثلا تستفيد من الشاشة بتاعتك الاسود بتاع اسود، او ما تستهلكش كتير من البطارية، فتقدر تحط خلفية متحركة بخلفية بتاعتها تبقى لونها اسود سادة، فبالتالي مش هتأثر قوي على البطارية بتاعتك. ولكن لو انت واحد مضحي بقى بالبطارية وعندك بطارية 6000 مثلا ملي امبير او 5000، فتقدر تحط اي خلفية متحركة من دول، وعندك خلفيات كتير جدا، سواء خلفيات طبيعية او خلفيات عادية كده ابستراكت زي الفوق اللي شفناها، وكلها خلفيات 4K والكواليتي بتاعتها عظيمة جدا. يعني خلفية زي دي مثلا، يعني خلفية جبارة جدا بتاعت قنديل البحر دي، خلفية جميلة جدا. فبرنامج لطيف وهيعجبكم جدا، فجربوها، اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. رابع برنامج معانا بقى هو برضو برنامج خلفيات واسمه وندر وول، وبرضو بيقدم خلفيات طبيعية ومشاهد ساحرة كده، فاهم، شلالات وغابات والكلام ده كله. الناس اللي بتحب الخلفيات الطبيعية ويعني تحب تحط خلفيات كده جبال بقى وشلالات والكلام ده وشجر، وفي خلفيات ديب جدا كده عميقة، فالابلكيشن هيوفر لك
خلفيه بكواليتي عاليه جدا، وفي نفس الوقت مفيش اي حاجه بتحتاج انت تدفع فيها فلوس، فكل الخلفيات دي مجانيه، تقدر تستفيد من كل المميزات الموجوده في البرنامج. فبرنامج لطيف جدا هيعجبكم، واتمنى انتم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. سادس برنامج يعتبر ثالث برنامج خلفيات معانا النهارده، واسمه ستارلس. البرنامج ده بقى مخصص للشاشات الاموليد وشاشات الاوليد والسوبر اموليد والحاجات اللي هي اللون الاسود فيها بيبقى اسود فعلا، بيقدم لك خلفيات جامده جدا وروشه، وفي المود الدارك الناس اللي بتحب الدارك مود قوي، فالبرنامج ده هيكون ممتاز جدا ليهم. بيقدم خلفيات بكواليتي عاليه، مش عارف النت ماله وزعلان ليه، ولكن عموما الابلكيشن بيقدم خلفيات كتير قوي، وكلها برضو بتلعب في حته ان انت ايه دارك مود بقى، وخلفيات ابيض واسود وشغل ارت بقى والناس العميقه والكلام ده. فالابلكيشن ده هيكون ممتاز جدا في الموضوع ده. كل اللي انت ممكن تعمله كنت تعمل داونلود، او ممكن ان انت تعمل سيت تخلي الخلفيه دي هي الخلفيه الاساسيه لجهازك عن طريق الابلكيشن من جوه. ممكن تعمل فيفوريت لخلفيه معينه مش عايز تعملها داونلود دلوقتي، فابلكيشن متكامل جدا، واتمنى ان انتوا تجربوه. خلصنا بقى تطبيقات الداونلود والكلام ده كله، نروح لابلكيشن اسمه ميد ان. الابلكيشن ده كل فكرته ان هو بيفتح لك الكاميرا وبيطلع لك كده سكانر، انت تعمل سكان للسيريال نمبر او للكود خاص بمنتج معين، والبرنامج بقى بيقول لك البلد المنشا او بلد انتاج المنتج اللي انت عملت له سكان ده منين بالظبط. فمثلا ده منتج كانت الريلمي بادز اير، كانت من الصين، فهو كاتب لك ان المنتج اللي انت عملت له سكان ده من الصين. وممكن تجربه على اي منتج بقى، منتجات كتير زي الادويه والمنتجات الغذائيه، لو حد قال لك المنتج ده مستورد وكده، تقدر انت بسهوله جدا تعمل سكان للباركود اللي ورا، وتقدر تعرف المنتج ده هل حقيقي بلد تصنيعه زي ما البياع قال لك او الشخص اللي بيبيع لك قال لك، ولا بينصب عليه. الابلكيشن اللي معانا بعد كده هو ماي فوري. انا كنت متردد جدا قبل ما احط الابلكيشن ده في وسط الفيديو بتاع النهارده، ولكن من بدايه الحظ لحد دلوقتي البرنامج ده وفر عليا وقت كتير جدا. الابلكيشن ده هو مكنه فوري متحركه، تقدر تعمل منها اي حاجه. الابلكيشن ده مش سبونسر للفيديو ولا هم دافعين ولا حاجه، ولكن هو برنامج لطيف وبيسهل عليك تعاملاتك الماليه وفواتيرك وشحنك وكل حاجه بتقدر تعملها من الموبايل بتاعك مباشره. وكمان كل شهر هو بيسجل بقى انت دفعت ايه وعملت ايه، عشان تقدر تراجع فواتيرك بكل سهوله. كل حاجه موجوده من اول شركات المحمول وشحن الانترنت ودفع الفواتير والغاز والكهرباء والكلام ده كله موجود هنا، اكنك معاك مكنه فوري. طبعا بيفتقر لشويه حاجات ومميزات صغيره، ولكن تقريبا 90% من الحاجات الموجوده عند اي حد عنده مكنه فوري هتلاقيها موجوده هنا وبدون خدمه، انت مش هتدفع خدمه زياده ولا اي حاجه. ابلكيشن لطيف جدا، واتمنى انتم تجربوه لو انت واحد بتحب انت تدفع كل حاجه اونلاين وما تقعدش تنزل لكشك والكلام ده. البرنامج اللي بعد كده هو ميوفيز، المفروض ان هي ميوزك بس هو ميو وبعد كده فيز، فاسمه ميوفيز، ممكن يكون نطقه مختلف. والبرنامج ده كل اللي بيعمله ان هو بيخلي لك في النافيجيشن بار او شريط التنقل بيعمل لك كده زي تاثير كده لما تشغل اي نوع من انواع الميوزك. فليكن مثلا هشغل ميوزك على سبوتيفاي مثلا، فبمجرد ما تشغل ميوزك وتخرج كده هتلاقي تاثير ابتدى يظهر لك، وبتاخر شويه بس بيظهر لك كده تاثير وانت مشغل ميوزك بالميوزك اللي انت مشغلها، يعني عارف انت البرامج القديمه بتاعه الميوزك. فجوه الابلكيشن نفسه في كتير جدا من التاثيرات دي تقدر تختار منها، وفي تاثيرات مدفوعه وتاثيرات مجانيه. فابلكيشن لطيف جدا وبيضيف لمسه جماليه للموبايل بتاعك، يعني ابلكيشن جميل ومجاني، تقدر تحمله من لينك في الديسكريبشن تحت الفيديو. الابلكيشن او البرنامج اللي بعد كده هو برنامج غريب شويه، ولكن هو مفيد الصراحه، وهو بيعمل زي كليننج للسماعه بتاعه الموبايل بتاعك. طبعا احنا عارفين ان مع الوقت السماعه بتاعه الموبايل بيتراكم عليها غبار ومش عارف ايه، ولو انت موبايلك مضاد للميه وبتنزله الميه بيتراكم شويه قطرات ميه والكلام ده كله، فالسبيكر كلينر ده بيعمل ترددات معينه بصوت معين، لو انتوا سامعين الصوت كده يبتدي يعمل ترددات معينه. انت لو حطيت ايدك قدام السبيكر هتلاقي فيه هواء جديد بيخرج، فانت بتعمل الموضوع ده لمده مثلا دقيقتين ثلاث دقائق، وبعد كده بتعمل ستوب عشان ما تاثرش على السماعه بتاعتك. ولكن ده بيمشي الغبار وبيمشي الاتربه والكلام ده كله، وبيحافظ على السماعه بتاعتك الصوت بتاعها نقي. جربت الموضوع بعد فتره من استخدام، دامت لست او سبع شهور، وجربت الكلينر ده والصوت فعلا رجع زي ما اول جبت الموبايل. فبرنامج لطيف جدا وفكرته غريبه، ولكن فكرته ممتازه جدا، ما شفتش برنامج زيه الصراحه. فهو اسمه سبيكر كلينر، برده هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. نروح بقى للبرنامج اللي قبل الاخير معانا النهارده، وهو اسمه مانث. الابلكيشن ده كل اللي بيعمله ان هو بيدي لك ويدجتس للكالندر او
يعني النتيجة بتاعتك، تقدر تعرف او تتابع ايامك. ولكن الميزة في ان هو مش برنامج نتيجة عادي، يعني هو كل اللي انت بتعمله ان انت بتخش على خانة الويدجت وبتختار ويدجت الخاصة بالابلكيشن دي اللي اسمها month. وطبعا لما بتحط الويدجت بيشغل لك شكل الويدجت اللي انت اخترته من جوه البرنامج، تقدر تتحكم في الحجم بتاعه. الحلو فيه مثلا ان انت تقدر تعرف او لما بتدوس على يوم معين بيجيب لك المناسبات اللي عندك، سواء اعياد قومية او مناسبات. فبرنامج لطيف جدا، وتقدر انت تشوف يعني تقلب تعرف الشهور اللي جاية كمان في ايه، وبيعمل سينك مع جوجل كالندر، فبتقدر او مع الاحداث اللي انت مسجلها على الكالندر بتاعت الموبايل بتاعك، فتقدر تعرف كل حاجة من بره كده بدل ما تخش على الابليكيشن. التطبيق فيه اشكال كتير جدا وصفح لا متناهية من اشكال النتيجة او الكالندر اللي على موبايلك، فشوف انت بتحب ايه. يعني انت لو بتحب ماتيريال ديزاين فالديزاين ده يعجبك، ومجرد ما بتختار ديزاين معين كل الويدجتس اللي انت عاملها من الابليكيشن ده بتتغير للشكل ده. فبرنامج ممتاز جدا، انصحكم تحملوه. ونروح بقى لاخر برنامج معانا، وده هديه لليوزرز اللي بيكملوا الفيديو للاخر، وهو بوب كورن تايم. البرنامج ده مش موجود على البلاي ستور، سيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن من الموقع الرسمي، ما تحملوش من بره عشان يكون بنسبه كبيره امن. يعني هحط لك لينك التحميل ده، اللينك اللي انت تحمل منه مباشره. البرنامج ده عليه كل الافلام وكل المسلسلات اللي ممكن تتخيلها، سواء على نتفليكس، على HBO، على امازون برايم. كل الحاجات دي موجوده على البرنامج ده بشكل مجاني. انت لو دخلت على تي في شوز مثلا هتلاقي مسلسل دارك اللي انا لسه متفرج عليه على نتفليكس، وبدفع اشتراك نتفليكس هتلاقي كل الحلقات بقت موجوده عندك هنا بالسبتايتل العربي، بسبتايتل انجليش مثلا لو انت بتحب تقرا سبتايتل انجليش او ترجمه انجليزي. فكل حاجه متاحه عندك باللغه اللي انت عايزها، وكل يعني كل الافلام وكل المسلسلات انت ممكن تتخيلها موجوده على البرنامج ده. البرنامج ده خرافي بمعنى الكلمه، وبكواليتي محترمه جدا بقى، بدل ما تخش بقى ايجي بيست والكلام ده كله. لو انت مش عايز تشترك البرنامج ده يوفرك الموضوع ده، ولكن الافضل طبعا واللي انا برجحه ان انت تشترك. انا طبعا اشترك في نتفليكس، يعني انا بستخدمش البرنامج ده، ولكن البرنامج ده هديه ليكوا انتوا كمستخدمين. لو انت واحد من الناس بتحب ان انت تتفرج او تتابع مسلسلات كتير جدا وما عندكش امكانيه ان انت تدفع الاشتراك بنتفليكس. وبس كده، دي كانت كل التطبيقات اللي معانا النهارده، واتمنى الفيديو يكون عجبكم والتطبيقات دي تعجبكم. طبعا لينكات البرامج دي كلها في الديسكريبشن تحت الفيديو، ولو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك جميل، لايك ما بيكهربش. عايزين نوصل الفيديو ده، يعني حسسوني كده ان في دعم ولو بسيط، يعني تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب، فعل زر الجرس كده، انا استكاني يا اسطى كده خلاص. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رايكم، ولو عندكم سؤال او استفسار اكتبوه في كومنت تحت الفيديو ده. وبس كده، كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.